لا يجوز أن يكون الشغل والملهات في قيل وقال وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فإن هذا خسارة، خسارة كبرى في الواقع، خصوصا الكلام في الناس. الكلام في الناس هو الغيبة التي هي أكل للحوم الناس في الحقيقة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هو ميت أيضا، وهذا أشد شناعة. فقيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد الكذب وأعظمه، نسأل الله العافية. فالواجب على العبد أن يشغل وقته بما ينفع. كان السلف رضوان الله عليهم إذا أراد أحدهم يتكلم نظر هل هي الكلمة له أو عليه، فإن كانت له تكلم وإلا حبسها وأمسك، لأنها إذا خرجت لا يمكن أن ترجع فتكتب. يقول بعض السلف: إن رجلا كان راكبا على حمار فعثر الحمار، فقال: تعس الحمار. فقال الملك الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. يقول: فأوحى الله إلى الملك الذي يكتب السيئات: كل ما لم يكتبه صاحب الحسنات تكتبه أنت. فإذا تعس الحمار صارت في أين؟ سأل الله العافية. مشكلة هذه.